غير معترف فيها لحد نصف سنوات التسعينات. في نصف سنوات التسعينات تم هناك الاعتراف بناء على قرار حكومي، وبالتالي مؤسسات التخطيط بلشت في تحضير مخطط هيكلي للبلد. هاي الكماني هون، وكمان هون على الجهة الثانية الكمون. الكماني موجودة قبل قيام الدولة، وكمون بنيت قبل حوالي 30 سنة. الدولة وما اعترفت بينا، تعاملوا مع الكماني على إنها بلد، على إنها بلد غير معترف بيها. يعني بلد غير معترف بيها معنى إنه ما تحصل على خدمات أساسية، لا ماء ولا كهرباء ولا شيء. بالوقت اللي لما بنت كمون قبل 30 سنة أخذوا كل الخدمات، شارع، كهرباء، ماء، وسكان جيرانهم أهل الكماني ما حصلوا على أي شيء من هاي الأمور. ما بعد الاعتراف بلشت مؤسسات التخطيط في عملية تخطيط مخطط هيكلي للبلد. الإشكالية في التخطيط الأول كانت إنه المخطط الهيكلي أخرج نصف البلد خارج المخطط الهيكلي، يعني نصف البلد كانت بناء على المخطط معدل الهدم، وما في إمكانية إصدار تصريح بناء فيها. فبدأنا نطالب إحنا إنه يكون لنا حقوق زينا زي سكان كمون، إنه مثل ما هم يبنوا بيوت جديدة إحنا بدنا نبنى، إنه بدنا نأخذ كهرباء، بدنا نأخذ ماء. ولكن كان رفض تام من قبل الحكومة، وبالعكس طلبوا منا إنه نرحل. يعني كانوا طالبوا منا إنه نرحل من الجبل، من هون، من الكمان، إلى مواقع ثانية. وإحنا طبعاً رفضنا لما في سكان جيراننا هنا، وإحنا رفضنا وقاعدين على أرضنا هون. وين نروح يعني؟ وين بدك تترك أرضك اللي مسجل بالطاب وتتركها وتروح على محل ثاني؟ فرفضنا. بعدين لما شافوا في إصرار من الناس إنه بدنا نظلوا محلاتهم، صاروا يقولوا لنا بنعمل ابعدوا عنا شوية، يعني نعمل هني بسموه حايتس، مسافة معينة بين الكماني وبين كمون. ولكن شو هاي المسافة؟ هاي على حسابنا، يعني هني بنوا قريب من بيوتنا وطلبوا منا انه احنا نبتعد عن 150 متر، 200 متر، يكون على حساب بيوت مبنية يمكن من 70-80 سنة. مستوطنة كمون بدهاش يكون في اغلبية عربية محاذية لإلها. مستوطنة كمون بدهاش شارع مشترك اللي بيوصل البلدين بين الكماني وكمون، وبالتالي طالبوا في بناء شارع التفافي لخدمة أهالي وزائري كمون فقط. والأساس الثالث لاعتراضهم هو طبعا انه في هناك اكم من عائله عربيه اللي ساكنين في كمون منذ زمنات الانتداب الانجليزي، ويجب اخراجهم من مستوطنه كمون لتبقى مستوطنه يهوديه محضه. السلام عليكم. اللي بيحكي عيد سواعد، عيد سواعد كيف وصلوا؟ من هو عشبان؟ شكرا. كل شيء تمام؟ طب هون ليش بيقدروا يطلعوا رخص؟ شوف الشهاد، هاي الخارطة اللي تبعت الكماني اللي احنا قبلنا بيها، رغم انها هي ما لبت لنا كل احتياجاتنا بالكماني. في كثير شغلات اللي كان لازم تلبيها هاي الخارطة وما لبتها، ومع ذلك قبلنا بيها. وحتى ايش نحل الظروف، نحل مشاكل السكنية اللي هي مستعصية من فترة. وشوف يعني بديش اطيل عليك بالحديث بهذا الموضوع، طلع وين انا ساكن. انا ساكن بعدني بدار اهلي. أنا عمري صار 50 سنة وأنا بعد مساكن بدار أهلي. أنا صار لي 20 أكثر من 20 سنة بشتغل في موضوع قضية الكماني، ولحد هسه مش إلي شخصياً مش قادر ألاقي حل اللي أنا أعيش بيه، ودار تكون إلي أعيش بيها مساكن عندها. يعني أنا بتخيل شو مصير أولادي لقدام. كان جبتك على البلاد، عمرت بيت كله فقود، منعونا نبني شباك، جبنا ولاد، فيش تعب فيش ماشي هيك فيش تقدر تنساه، طلق وضاء، إلا قطيع من البقر ما عنا
ولا اي دبات خلاء لا مشاكل العرب في حلول لليهود هم يربوا واحنا نفهم بالاضعاء بيضل المهصبي قبل ما نصلي على النبي بيبارك لنا المكان بيطيرك ببلاء جايبه فلاء من رما ساركض في بن غوريون واصرخ لا تتركيني الله اكبر بحبك تاني يوم صحيت بالسجن متهم بالإرهاق أنا بسمع وما بطلع أنا بسمع أنا بسمع يا الله يطلع ولا يفك كلام شتك عني وما بطلع أنا بسمع وما بطلع أنا بسمع أنا بسمع يا الله يطلع ولا يفك كلام شتك عني وما بطلع أنا بسمع وما بطلع أنا بسمع أنا بسمع يا الله يطلع ولا يفك كلام شتك عني شو يعني بلد غير معترف فيها؟ قول لي شو يعني بلد غير معترف فيها؟ طب أنا موجود قبل قيام الدولة، أنا معترف بحالي. شو غير معترف فيه؟ يعني إذا هو بدوش يعني هو بدوش الطرف الثاني بدوش يعترف بي. هاي مشكلته هو مش مشكلتي، أنا موجود. أنا مش بحاجة لأي طرف ثاني يجي يقول لي أعترف بيك أو ما بعترف بيك، ما أنا موجود. شو هالمصطلح الغريب هذا؟